تقول من نص السبع. المهم في السفارة بياتي إن شاء الله لك فينا، وإن شاء الله نحن نشغل اللمبات نذكركم في الوقف، وقف في جمعية رؤوم في رفحة. أكفل لك يتيما من 300 ريال، رصيدا لك في الدنيا رصيدا في الآخرة. صلى الله يكتب أجرنا وأجركم إن شاء الله. والله لا يخيبنا تعب ولا يخيبكم تعب ولا يخيب لهم تعب، ويكتب أجرنا وأجركم وأجر الجميع.